بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في فيديو اعدادات شبكيه سوف نتكلم عن البيجي بي ويت اتريبيوت لاب البي جي بي ويت أتريبيوت وهي اتريبيوت من البي جي بي طبعا تعتبر من البي جي بي أتريبيوتس وهي ملكية خاصة بسيسكو بحيث لا تعمل إلا على راوترات سيسكو وهي قوية في شبكات سيسكو حيث يقوم الراوتر بالنظر إلى هذه الاتريبيوت اولا من ضمن الخطوات العشرة لاختيار افضل مسار من اصل مجموعة مسارات تؤدي إلى نفس الديستنيشن. قيم الويت هي تبدأ من 0 حتى 65535 والقيمة الويت طبعا التلقائية للشبكات الموجودة في أتنوم سيستم أخرى هي 0 صفر أما الشبكات الموجودة في داخل الراوترات في داخل الراوتر نفسه فالقيمة التلقائية هي 32768 حناخذ لاب نطبق فيه إعدادات لتفعيل الويت أتريبيوت لأنها تلقائيا بتكون غير مفعلة والشبكة اللي راح نطبق فيها هذا اللاب راح تكون بالشكل التالي. لدينا اربع راوترات كل راوتر منتمي الى اتوم سيستم مختلفة. عندي الراوتر واحد موجود في اتوم سيستم واحد متصل بالراوتر اربعة الموجود في اتوم سيستم اربعة. ويملك مسارين للاتصال بالاتوم سيستم اربعة والراوتر اربعة. المسار الاول من خلال اتوم سيستم اثنين، المسار الثاني من خلال اتوم سيستم أه حنشوف بعد ما ننشئ اللاب حنشوف ما هو المسار اللي راح يختاره الراوتر واحد للوصول الى الراوتر اربعه. صحيح ان عدد الاتروم السيستم متساوي لكن البي جي بي لا يقوم بتفعيل ال ال اللي هو الاوتو لود بالانسنج تمام؟ فهو ما بيفعله، هو راح يختار مسار حتى لو كانت القيم متساويه، حنشوف ايش هو المسار اللي حيختاره. بعد كده راح نقوم بتغيير ذلك خلينا نفترض انه اختار مثلا المسار اتومس سيستم 2، حنغير ذلك من خلال ان احنا راح نقوم بزياده المسار الاخر اللي ما اختاروا مثلا الراوتر 3 او الاتومس سيستم 3، بحيث راح نقوم بزياده قيمه الويت المؤديه آآ آآ الى الاتومس سيستم 3 لكي يتصل بالراوتر 4، لكي يقوم الراوتر واحد باختياره عند الاتصال بالراوتر 4 بدلا من المسار السابق لو افترضنا انه راح يختار الراوتر اثنين او الاتنوم سيستم اثنين الاوامر اللي من خلالها بنزيد قيمة الويت اتريبيوت لمسار معين او لمجموعة الشبكات عندي طريقة من طريقتين الطريقة الاولى اللي هي البي جي بي سب كوماند نيبر اي من خلال المود الفرعي آه في داخل البي جي بي بحيث نكتب الامر راوتر بي جي بي واحد نيبر وبعد كذا نحدد الجار ثلاثة أربع مرات ويت عشرة طبعا الويت للشبكات الخارجية كله صفر فعشرة طبعا راح تكون هي المسار الأعلى ومن ثم اند ومن ثم على مستوى الانيبل نكتب الأمر كلير اي بي بي نجمة لكي نقوم بعمل إعادة تشغيل لبروتوكول البي جي بي حتى يتم تطبيق هذا الأمر هذه الطريقة نستخدمها في حالة أنه أنا اريد تطبيق طبعا القيمة الوت عشرة على جميع الشبكات الخارجية اللي يعرفها او اللي اقدر اوصل لها من خلال النيبر ثلاثة اربع مرات لكن لو كان عندي شبكة واحدة فقط معينة هي اللي ابغى اجعل قيمة الوت عشرة لك بحيث ان هي الوحدة هذه الشبكة فقط هي اللي لكي اصل اليها امر من خلال الراوتر الجار ثلاثة اربع مرات عندها لا اقوم بانشاء الطريقة الثانية واللي هي الراوت ماب واللي راح انشئ اكسس ليست واحدد الشبكة اللي انا ابغى اوصلها من خلال الجار ثلاثة اربع مرات وبعد كذا انشئ راوت ماب واسميها حسب الهدف اللي بحاول احققه اللي هو الويت وبعد كده احدد السيكونس نمبر انا عندي من واحد حتى خمسة وخمسة بعد كده اكتب هنا ماتش اي بي ادرس واحد يعني قم يعني بتحديد الاي بي ادرس للشبكة المذكورة في الاكسس ليست واحد بعد كده اذكر الاجراء الواجب اتخاذه اللي هو الست ويت 10 يعني مع هذه الاي بي ادرس اجعل الويت قيمته عشرة ومن ثم اكزيت بعد كذا اكتب راوت ماب ويت بيرميت وبعدين السيكونس نمبر اثنين بهذا السطر انا بكتب بيرميت اني اسمح للكل لانه مع لما انشئ راوت ماب تلقائيا في سطر مخفي اللي هو اه ديناي اني امنع الكل فانا بسمح للكل من خلال هذا السطر ومن ثم اكزيت من ثم ادخل على الراوتر بي جي بي وحدد رقم اللتر من سيستم واحد بعد كذا اكتب الامر نيبر وحدد الجار اللي انا ابغى المسار يمر من خلاله على لما احب اتصل بالشبكه اربعه 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 صفر واكتب راوت ماب ومن ثم اكتب اسم الراوت ماب اللي هي الويت بعدين احدد الاتجاه اللي هو ان ومن ثم End ومن ثم اكتب الامر كلير اي بي بي جي بي لكي يتم تطبيق هذا الاعداد اذا عندي طريقتين لتغيير الويت اما لجميع الشبكات فعندها جميع الشبكات اللي يوص يوصل اليها ويستطيع الوصول اليها الراوتر ثلاثة 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 او لشبكة معينة عندها استخدم الراوت ماب على كل على مستوى كل راوتر راح نفعل طبعا راح نقوم بالاعدادات الاساسيه وبعد كذا راح نفعل بروتوكول البي جي بي حت حسب نمبر التابع لها هذا الراوتر وزي ما احنا ملاحظين آه راح تكون علاقه الراوترات الاربعه مع بعضها البعض اكسترنال بي جي بي كون ان كل راوتر بيمتلك اتنوم سيستم نمبر مختلفه بعد ان ننتهي من الاعدادات وتصبح الراوترات قادره على الاتصال مع بعضها البعض راح نروح على الراوتر واحد وراح نشوف ايش المسار اللي اختاره للاتصال مع الراوتر اربعه؟ هل اختار الراوتر 2 ولا الراوتر ثلاثة؟ بعد كذا نقوم بتغيير ذلك من خلال ان المسار اللي ما اختاره راح نقوم برفع قيمة الوت فيه وبالتالي راح يقوم الراوتر باختياره بدلا من المسار القديم. نبدأ الاعدادات مع الراوتر واحد. Uh, configuration تيرمينال عندي انترفيس لوب باك صفر الاي بي ادرس راح يكون آه, واحد واحد اربع مرات ميتين وخمسه وخمسين ثلاث مرات صفر اكزت بعد كده نفعل بروت عندي اول شي عندي منفذين عندي الفاست خلينا نرتب المنافذ طيب عندي المنفذ الانترفيس فاست انترفيس فاست ايثرنت زيرو سلاش زيرو اللي يربط راوتر واحد مع راوتر اثنين. الاي بي ادرس راح يكون مئة واثنين صفر صفر واحد ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين واثنين وخمسين نو شت داون اكزت عندي الانترفيس فاست ايثرنت زيرو سلاش واحد الاي بي ادرس راح يكون مية صفر صفر واحد ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر نو شت داون اكزت نفعل بروتوكول البي جي بي راوتر راوتر بي جي بي آه عندي سيستم راح تكون واحد آه نعلن عن الشبكات اللي عندي نتورك واحد 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 صفر الماسك مئتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر عندي النتورك مئة واثنين صفر 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 الماسك مئتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر عندي النيتورك مية صفر 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 الماسك ميتين طبعا انا عندي خطا في الماسك مية واثنين راح نعيده من جديد ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين واثنين وخمسين عندي هذه راح نلغيها وراح نعيدها من جديد بالشكل الصحيح نتورك مية واثنين صفر صفر صفر, صفر. الماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين واثنان وخمسين انتر كذا عندي ثلاث شبكات اعلنت عنها في داخل الراوتر واحد باقي ان انا اعرف الراوتر واحد بجيرانه الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة ف... فراح اروح راح اكتب الامر نيبور عندي الراوتر اثنين 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 اربع مرات آه بعد كده احدد الريموت آه. ريموت اتنوم السيستم هتكون اثنين انتر بعد كده نيبر اثنين اربع مرات ابديت سورس راح يكون لوب باك صفر انتر نفس الشيء عندي نيبور آخر اللي هو نيبور ثلاثة ثلاث أربع مرات ريموت ريموت اتنوم السيستم حتكون كم ثلاثة انتر بعدين نيبور ثلاثة أربع مرات أبديت ابديت سورس راح يكون لوب باك زيرو اكزيت بعد كذا انا محتاج اعرف المسار لكل من اللي يؤدي الى الراوتر اثنين واللي يؤدي الى الراوتر ثلاثة عشان يعرف الراوتر واحد الوصول اليه فراح نكتب هنا اي بي راوت عندي هنا الشبكة شبكة اثنين ثلاث مرات صفر السبنت ماسك ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر للوصول إليها راح يكون من خلال الفاست إيثرنت زيرو سلاش زيرو بعد كده عندي الاي بي راوت ثلاثة آه ثلاثة ثلاث مرات صفر ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر المسار المؤدي إليها من خلال الفاست إيثرنت زيرو سلاش واحد انتر ممتاز كذا احنا انتهينا من الاعدادات على الراوتر واحد خلونا نروح على الراوتر اثنين نروح على الـ Configuration Terminal عندي بعد كذا المنافذ Interface بس خلونا نبدأ باللوب باك صفر Interface loopback باك صفر الاي بي ادرس راح يكون اه اثنين اربع مرات ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر اكزت بعد كده عندي الانترفيس لوب باك لا ما في لوب باك هنا بعد بعد كده عندي الفاست ايثرنت صفر سلاش صفر الاي بي ادرس راح يكون مئة واثنين صفرين اثنين ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين واثنين وخمسين نو داون عندي المنفذ الانترفيس فاست ايثرنت زيرو سلاش واحد الاي بي ادرس راح يكون مئة وثلاثة صفر صفر اثنين ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين وخمسين نو شت داون اكزيت ممتاز الان آه، راح نفعل بروتوكول البي جي بي ونعلن عن الثلاث شبكات الموجوده في البي جي بي في الراوتر اثنين وكذلك راح نحدد الجيران آه للراوتر اثنين بشكل مانيوالي طبعا لان البي جي بي ما بيعرفهم بشكل دايناميك وانما مانيوال سواء للراوتر واحد او الراوتر اربعه فراح نكتب الامر الراوتر بي uh, بي uh, عندي هنا السيستم 2. Enter. بعد كده نعلن عن الشبكات عندي نتورك uh, 2 ثلاث مرات صفر 255 وخمسة ثلاث مرات صفر طبعا لازم نكتب ماسك ماسك 255 وخمسة ثلاث مرات صفر بعد كده عندي نتورك مئة واثنين ثلاث اصفار ماسك، مئتين وخمسة وخمسين، ثلاث مرات مئتين واثنان وخمسين. بعد كذا عندي نيتورك، مئة وثلاثة، ثلاث اصفار ماسك، مئتين وخمسة وخمسين، ثلاث مرات مئتين واثنان وخمسين. تمام كذا عرفنا بالشبكة أعلنا عن الشبكة مية اثنين ومية و آه... -2. ممتاز الآن نعرف الراوتر اثنين بجيران وعندي نيبور واحد أربع مرات آه... ريموت أتنوموس سيستم اثنين لا واحد انتر آه... نيبور أربعة وحايد أبديت سورس راح يكون اللوب باك صفر بعد كده عندي النيبر مية و لا أربعة أربع مرات أبت... آه... ريموت ريموت أتنوم آه... أربعة وبعدين نيبر uh, أربعة أربع مرات أبديت سورس صفر لا لوب باك صفر بعد كذا اكزت ننشئ طبعا static راوت يدل الراوتر اثنين على الراوتر واحد والراوتر أربعة من خلال الأمر أي بي راوت uh, واحد ثلاث مرات صفر ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر يتم الاتصال عليه من خلال الف... من خلال الفاست ايثرنت زيرو سلاش زيرو نعيد نفس الامر بس هذه المرة مع الجار اربعة اربعة مرات اي بي راوت uh, اربعة ثلاث مرات صفر ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر يتم الاتصال عليه من خلال الفاست ايثرنت زيرو سلاش واحد المفروض تقوم علاقة الجيرة ما بين الراوتر اثنين والراوتر واحد طبعا علاقة الجيرة على مستوى البي جي بي عندي هنا بس خطأ بدي أصل ما كتبته اللي هو الاتنوس سيستم ما حددته عشان تكون واضحة اتنوس سيستم اربعة نرجع على الراوتر اثنين نشوف هل قامت علاقة الجيرة بينها وبين الراوتر اثنين والراوتر واحد ولا لا طبعا تمام خلينا خلينا نشوف اذا كان راجع الاعدادات اذا كان فيها خطا انا عرفت بالجار الراوتر اثنين من خلال الفاس زيرو زيرو وكذلك شو اي بي عندي المنفذ في خطا ما دام ما قامت علاقه الجيره ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين تو شو اي بي بي جي بي سامري الأربعة وحايد ما زال في حالة الأيدل معناتنا عندي خطأ خلينا نراجع مع بعض الإعدادات دوشو نبدأ بالراوت اثنين دو شو رانينج كونفيك عندي الاي بي ادرس تمام عندي الانترفيس لوب باك تمام راوتر بي جي بي اثنين عرفت انا بالشبكة نتورك اثنين مية واثنين مية وثلاثة إنيبر اربعة واحد ريموت اتنو واحد ابتيت سورس لوب باك اي بي عندي الاعدادات تمام في الراوتر اثنين خلينا نشوف على مستوى الراوتر واحد وشو شو اها عرفت الخطأ لما احنا نتعامل مع البي جي بي من النوع الاكسترنال فلازم نحدد الملتي هاب عندي مشكلة الملتي هاب انا ما حددتها لانه هو يكون الديفولت واحد فما بيوصل حتى للراوتر الجار فلازم نرفعه من واحد مثلا الى قيمة اعلى راح نرفعها مثلا الى عشرة الان تذكرت طيب نرجع هنا للراوتر بي جي بي بالنسبة للراوتر واحد الاتمو سيستم واحد آه بالنسبة للأمر نيبر آه اثنين أربع مرات بعدين نكتب الأمر مالتي نشوف الأوامر مع بعض اللي هو الامر اي بي جي بي هاب نخليه مثلا عشرة انتر ونفس الشيء مع النيبر اللي هيكون طبعا الراوتر ثلاثة ثلاثة اربع مرات اي بي جي بي هاب عشرة انتر اكزت لو عدلناها على الراوتر اثنين المفروض تشتغل معايا علاقة الجي... تحصل علاقة الجيرة ما بين الراوتر ثلاثة الراوتر اثنين والراوتر واحد آآ راوتر آآ بي جي بي اثنين. بعد كده نكتب الامر نيبور اربع واحد اي بي جي بي مالتي هاب عشرة نفس الشيء مع النيبور اربعة اربع مرات اي بي جي 10 بي. exit لاحظوا معايا قامت علاقة الجيرة، إذا كانت بس المشكلة في المالتي هاب لأنه بيكون واحد فما بيوصل حتى للجار المقابل اللي هي التحديثات ما توصل بسبب أنه التي تي ال أو التايم تو ليف بتكون قيمتها واحد، فهذه نقطة لا يجب الانتباه فيها مع الاكسترنال بي جي بي، أما مع الانترنال بي جي بي لا مش ما نحتاج إلى الاي بي جي بي مالتي هاب، حتى من اسم الأمر اي بي جي بي يعني بيعمل مع الاكسترنال لأنه كل قفزة في الاتنوم سيستم مختلفه بيحسب من التي تي او التايم تو الموجوده في الباكيتس الخاصه بالابديتس عندي الراوتر اثنين خاص اقام علاقه الجيره مع الراوتر واحد اللي هو أربعة وحايد وكذلك الراوتر واحد قام علاقه اقام علاقه الجيره مع الراوتر اثنين اللي هو تم اعطاء الرمز اربعة اثنين ممتاز الان نروح على الراوتر ثلاثة ونقوم بالاعدادات الخاصة بالراوتر ثلاثة نروح على مستوى الـ Configuration Terminal بعد كده عندي انتر آه, Interface لوب باك صفر الاي بي Address ثلاثة ثلاث مرات صفر ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر إنتر طبعا لازم نكتب الاي بي صح ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر إكزت بعد كذا عندي الانترفيس لوب باك اه لأ ما في لوب باك فاست ايثرنت فاست ايثرنت زيرو سلاش واحد هذا اللي بيربط الراوتر ثلاثة مع الراوتر واحد الاي بي ادرس الخاص فيه هو مية صفر صفر اثنين ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين واثنين وخمسين نو شت داون اكزت بعد كذا عندي المنفذ اللي يربط راوتر ثلاثة مع الراوتر اربعة انترفيس فاست ايثرنت زيرو سلاش زيرو ال بي ادرس راح يكون مية واحد صفرين اثنين ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر نو شت داون اكزت ممتاز اه, الان نعمل اعدادات ال ال الاكسترنال بي جي بي اه, راوتر بي جي بي راح يكون طبعا اتم السيستم ثلاثة نبدأ نعلن عن شبكات نيت وورك عندي الشبكة ثلاثة ثلاث مرات صفر الماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر عندي النت وورك مية ثلاث صفرين ثلاث اصفار بعد كذا عندي الماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين واثنين وخمسين عندي النت وورك مية واحد ثلاثة أصفار الماسك راح يكون ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين واثنين وخمسين بعد كده عندي أعرف الراوتر ثلاثة على جاره الراوتر واحد وعلى جاره الراوتر أربعة من خلال الأمر نيبر واحد أربع مرات ريموت ريموت اتنوم سيستم واحد بعد كده نيبر نيبر uh, اربعة اربع مرات الريموت اتنوم سيستم طبعا لسه ما كملنا اعدادات النيبر الخاصة بواحد راح نكتب نيبر واحد اربع مرات أبديت. ابديت آه, سورس صفر بعد كذا نيبر واحد اربع مرات اي بي جي بي مالتي عشرة بعد كذا آه, نروح على نيبر أربعة أربعة مرات الريموت ريموت autonomous حيكون كم اربعة بعدين نيبر اربعة اربعة مرات ابديت سورس حيكون اللوب باك صفر بعد كذا نيبر اربعة اربعة مرات حيكون عندي الاي بي جي بي مالتي هاب عشرة بعد كذا اكزت بعد كذا راح انشئ ديفولت او static route عفوا static route يشير الى الطريق المؤدي الى اربع حائط واخر يشير الى الطريق المؤدي الى اربع 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 مرات من خلال الامر اي بي واحد اربع مرات ميتين وخمس طبعا لازم يكون صفر هذا الشبكة اللي تابع ليها بواحد اربع مرات ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر من خلال الفاست ايثرنت زيرو سلاش واحد اي بي آه راوت اربعة ثلاث مرات صفر ميتين وخمسة وخمسين زي ما انتم شايفين قامت علاقة الجيرة ما بين الراوتر ثلاثة والراوتر واحد ممتاز بعد ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر من خلال الفاست ايثرنت آه زيرو سلاش زيرو. ممتاز كدة انتهينا من الاعدادات على الراوتر 3 نروح على الراوتر 4 نروح على Configuration Terminal عندي منفذي- <hesitation> آه خلينا نبدأ بالانترفيس لوب باك آه صفر الاي بي ادرس راح يكون اربعة اربع مرات آه وبعدين ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر اكزت انترفيس لوب باك لأ <hesitation> فاست ايثرنت زيرو سلاش زيرو الاي بي ادرس عندي مئة واحد صفر 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 ثلاثة ميتين لا طبعا صفر صفر واحد واحد ايوه واحد ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين واثنين وخمسين نو شت داون اكزت بعد كده عندي الانترفيس فاست ايثرنت زيرو سلاش واحد فاست ايثرنت زيرو سلاش واحد الاي بي ادرس راح يكون مئة وثلاثة صفر صفر واحد ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين واثنين وخمسين نو شت داون اكزيت ممتاز الان <hesitation> آه راح آه نفعل بروتوكول البيجي بي من خلال امر راوتر بي جي بي هي اربعة نعلن عن الشبكات الموجودة عندي نتورك أه مية واحد ثلاث اصفار الماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين واثنين وخمسين عندي النيتورك مية وثلاثة ثلاث اصفار الماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين اثنين وخمسين بعد كذا عندي النيتورك أربعة ثلاث مرات صفر الماسك ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر بعد كذا نبدأ نعرف الراوتر أربعة بجيرانه نبدأ مع الراوتر اثنين نيبور اثنين أربعة مرات الريموت أتنوم السيستم هو اثنين بعد كذا النيبر اثنين اربع مرات الابديت سورس هيكون اللوب باك صفر بعد كذا النيبر اثنين اربع مرات ال ال بي جي بي ملتي هاب راح يكون عشرة بعد كده عندي النيبر ثلاثة اربع مرات الريموت اتونوموس سيستم ريموت اتونوموس سيستم ثلاثة. ثلاثة بعد كده النيبر ثلاثة اربع مرات الابديت سورس الابديت سورس راح يكون لوب آه, باك صفر بعد كذا نيبر ثلاثة أربع مرات ال ال اي بي جي بي بي جي بي مالتي هاب هو عشرة بعد كذا ممتاز إكزت آه, الآن نعرف الراوتر أربعة المسار المؤدي إلى اه اثنين أربع مرات والمسار المؤدي إلى ثلاثة أربع مرات من خلال أمر أي بي راوت اثنين 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 صفر ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر من خلال الفاست إيثرنت زيرو سلاش واحد بي ثلاثة ثلاث مرات صفر 255 ثلاث مرات صفر من خلال الفاست ايثرنت زي زيرو زيرو سلاش, سلاش لاحظوا معايا قامت علاقة الجيرة ما بين الراوتر اربعة والراوتر اثنين والآن ننتظر قيام علاقة الجيرة ما بين الراوتر أربعة والراوتر ثلاثة واللي قامت علاقة الجيرة فيما بينهم وخلاص وأصبح عندي التي سي بي سيشن ما بين آه الراوترات الاربعه لو رجعنا للراوتر واحد مثلا على مستوى الراوتر واحد نروح على نسوي اكزيت عشان نكون في الإنيب مود ونشوف مع بعض شو اي بي آه راوت لاحظوا معايا الراوتر واحد قادر يشوف مية وثلاثة ق... طبعا هو قادر يشوف ثلاثة وقد هلا قادر يشوف أربعة تمام يعني لو قدر من الراوتر واحد لو حبينا نبنك على أربعة بينج أربعة أربعة 4... أربعة 4... 4... يعني أربعة أربعة مرات لاحظوا معايا البنك نجاح إذا الإعدادات عندي تمام بس نبغى نعرف إيش هو المسار اللي يسلك الراوتر واحد للراوتر أربعة إيش المسار اللي اختاره فلو كتبنا شو اي بي بي جي بى نلاحظ مع بعض الاربعة اربع مرات او الشبكة اربعة ثلاث مرات صفر سلاش أر... اربعة وعشرين النكست هوب اختاره مين ثلاثة بس هو هنا لا اختار افضل مسار هو من خلال الاثنين خلونا نتأكد هنا علامة افضل فخلونا نتأكد هل هو اختار ال الأربعة عفوا الثلاثة ولا الاثنين نقدر نتأكد من خلال الأمر تريس راوت تريس راوت أربعة أربعة مرات ونشوف الناتج لاحظوا معايا اختار المسار مية يعني اختار الراوتر اثنين إذا هنا الكلام صحيح إنه هو اختار النكست هوب هو الراوتر اثنين كأفضل مسار ممتاز لاحظوا عندي هنا الاتنوم سيستم 2 ومن ثم 4 ممتاز آه اذا اختار 102 وبعد كذا 103 اللي هي موجوده 103 001 الموجوده في الاتنوم سيستم 2 ومنها الى الراوتر 4 ممتاز طيب بما انه هو اختار هذا المسار احنا نبغى الهدف اللي نبغى نوصل له ان احنا نغير هذا المسار اللي اختاره بحيث بدل ما يختار الراوتر من الراوتر واحد الى الراوتر اثنين لا نبغى يختار من الراوتر واحد الى الراوتر ثلاثة يعني بدل من الاتروم سيستم اثنين يختار الاتروم سيستم ثلاثة هنا راح نقوم بادخال الويت وراح نزيد قيمة الـ 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 الويت اتريبيوت للمسار مية بدلا من المسار 100 مقارنة ب 102 فيقوم الراوتر واحد باختيار ال 100 بدلا من 102 للوصول الى الراوتر 4. طيب السؤال ما دام الثلاث الاربعه اثنين والثلاثه ثلاث الاربعه اثنين والاربعه ثلاثه متساويين من ناحيه القيم فليش اختار الاربعه اثنين وما اختار الاربعه ثلاثه؟ لانه الظاهر وصل للنقطة الأخيرة لأن جميع القيم متساوية في العشر التسع خطوات السابقة ووصل للخطوة العاشرة واللي هي أن المسار الأقدم هو اللي راح يتم اختياره فعلى ما يبدو أنه كان الـ الـ الأربعة اثنين هو المسار الأقدم فتم اختياره طيب احنا حنغير ذلك من خلال آه قيمة الويت ولدينا طريقة من طريقتين لإعداد الويت وكل طريقة نستخدمها لغرض مختلف عن الآخر خلينا نبدأ بالطريقة الأولى وهي طريقة تغيير قيمة الويت بأمر في داخل البي جي بي من خلال الأمر الفرعي النيبر بحيث نجعل قيمة الويت للراوتر الجار الأربعة ثلاثة راح نخليها مثلا عشرة وبالتالي راح تكون أعلى من قيمة الويت للراوتر الجار الأربعة اثنين اللي هي تلقائيا صفر وهذا راح يتم من خلال أمر نيبر ثلاثة أربعة مرات ويت عشرة وبعد كده طبعا راح نضطر نعمل عملية إعادة تشغيل للبي جي بي من خلال الأمر كلير اي بي بي جي بي عشان ينفذ لي هذا الإعداد نشوف مع بعض نروح على ال configuration terminal بعد كده آآ راوتر آآ بي جي بي خمسة لا مو خمسة وستين ألف عندي بي جي بي واحد بعد كذا اكتب الامر نيبور آه ثلاثة ثلاث آه اربع مرات بعد كذا اعطيله قيمه ويت عاليه اللي هي راح تكون آه هي تلقيا تكون صفر راح نخليها عشر فقط انتر بعد كذا نروح على مستوى الانيبل ونكتب الامر لانه ما راح يتنفذ هذا الامر الا اذا عملنا اعاده تشغيل للبي جي بي في داخل الراوتر واحد من خلال الامر كلير اي بي انتر طبعا عمليه الريستارت راح تقوم بعمل داون لجميع الراوترات الجاره وبعد كذا راح تصبح اب يعني عمليه بناء لجميع الجداول اللي عندي ولعمليه البي جي بي بشكل عام عندي في داخل الراوتر واحد طيب الان نكتب الامر شو اي بي, بي جي بي ونشوف طبعا لسه ما تم بناء الجدول نعيد الامر شو اي بي, بي, جي بي طيب نلاحظ احنا اه اللي مهتمين فيه اربعة الشبكة اربعة 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 صفر لاحظوا معاه بدل ما كان الاثنين اثنين اثنين هو افضل مسار شايفين علامة اكبر من كانت سابقا فين في الاثنين في النكست هوب الـ. اثنين اربعة مرات لا الان اصبحت علامة اكبر من موجودة وين؟ على الوصول إلى الشبكة أربعة ثلاث مرات صفر راح يكون المسار الأفضل هو من خلال الـ next هوب ثلاثة أربع مرات لماذا؟ لاحظوا معي قيمة الويت هي عشرة بينما المسار أربعة اثنين هي كم؟ صفر الآن لو رحنا كتبنا الأمر trace route أربعة أربعة مرات ونشوف الناتج مع بعض لاحظوا معي راحت على 100 بدل ما سابقا كانت تروح على وين على 102 الان لا 100 اللي موجوده في الاترومس سيستم 3 وبعد كذا 101 واحد الموجوده وين في الاترومس 4 يعني بدل ما سلك المسار 102 لا احنا غيرناها بسبب احنا عدلنا قيمه الوت وخلينا الثلاثه الجار الثلاثة أربع مرات قيمة الوت في أعلى من الاثنين أربع مرات لكن هذه كانت هي الطريقة الأولى لكن هذه الطريقة فيها مشكلة تتمثل في إيش لو نركز هنا مع بعض في جدول البي جي بي نلاحظ مع بعض أنه مثلا أنا عندي شبكة الاثنين خلينا نشوف مع بعض لاحظ معي شبكة الاثنين ثلاث مرات صفر المفروض يتصل عليه من خلال ايش؟ مباشرة من خلاله لا النكست هوب لي ثلاثة انتوا واخذين بالكم ثلاثة أربعة مرات طيب لماذا؟ لأن قيمة الويت عشرة بينما الاثنين قيمته صفر فبالتالي أصبح الموضوع غير منطقي الآن عندي أنا هنا الراوتر واحد عشان يوصل للراوتر اثنين بدلا من أنه يتصل مباشرة بالراوتر اثنين من خلال فاس زيرو زيرو والنكست هوب هو اثنين اربع اربع مرات لا حيروح الراوتر واحد لمين للراوتر ثلاثة ومن الراوتر ثلاثة لمين للراوتر اربعة ومن الراوتر اربعة لمين إلى الراوتر اثنين أنتوا واخذين بالكم حتى هنا مذكورة عندي راح اروح الراوتر على الاتومس سيستم ثلاثة بعد كذا الاتومس سيستم أربعة بعد كذا الاتومس سيستم اثنين و... تمام فنلاحظ أنه اختار المسار الاتومس سيستم ثلاثة بدلاً من الاتروم سيستم اثنين وهذه طبعا مشكلة فبالتالي احنا كان الهدف الاساسي ان احنا لا نبغى فقط نختار الاربعة اربع مرات وليس عن طبعا وليس جميع المسارات فعندها طريقة ان احنا نغير قيمة الوت من على مسار معين طبعا قيمه الوت بحيث احنا نغيرها للجار بشكل كامل تعتبر طريقه خطا ما نستخدمها اذا كنا ناويين نغير فقط مسار لشبكه معينه عندها راح نستخدم الطريقه الثانيه لتغيير قيمه الوت والمتمثله في الراوت ماب راح نلغي الاعداد اللي احنا قمنا فيه سابقا configuration terminal بعد كذا نروح على الراوتر بي جي بي واحد سيستم واحد ونكتب هنا نو نيبور uh, ثلاثة أربع مرات الود عشرة كذا احنا نلغيها بعد كذا نسوي اند ونقوم بأمر الكلير عشان يستجيب معايا كلير اي بي بي جي بي نجمع انتر وحنجرب الطريقة الثانية اللي من خلالها نستهدف مسار معين أو شبكة معينة دون أن نؤثر على باقي الشبكات واللي هي الراوت ماب واللي راح تكون مفيدة واللي هي اللي المفروض نستخدمها مع لما نكون في اللاب اللي احنا حاليا بنعمل عليه الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى ألقاكم في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.